وديك الساعة احنا كنا محظوظين، كان رجل التعليم في 90 كان كيشد 28000، جينا قبل 90 قبل 90 قبل الموسم ديال 90 جينا حنا زادوا واحد 13000 ولينا تنشدوا 42000. دابا الوضعية تحسنت، دابا الوضعية تحسنت، ولكن الهضرة كثرت بحالاش الهضرة كثرت على رجل التعليم، ورجل التعليم راه هو مقدس، لأن علاش كيهضروا عليه؟ رجل شريف ما كيشدش هو ما كيدير حتى حاجة ما كيدير، لأن كيسدي مهمة واجب وطني كما عبروا عليه الاخوان. التعليم راه هي القضيه الثانيه بعد الوحده الترابيه. معلوم. لان احنا كنأديو واحد المهمه اللي هي انا كما قالوا الاخوان، انا دابا في النيابه ديال الفقيه بن صالح ولله الحمد، واحد الشويه واخا كندير لا نافيت بالطوموبيل ديالي وسميتو، ولكن انا كنجي الصباح كنطرق واحد المعلم غادي يتقاعد العام الجاي. كنلقى حدا واحد الشجره حاط الكارطابل ديالو كنقول له واش انت فقيه ولا معلم، يعني ان حياته كلها دوزها حدا ديك الشجره. قلت له راه غادي يجيو صحاب التجهيز يحيدوا ديك 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 الشجره وغتبقى ما تبقاش، يعني نابت هو الشجره، يعني انه ديك المعاناه ديال رجل التعليم راه خاص المسؤولين على القطاع ديال التعليم اي اصلاح يشاركوا فيه رجال التعليم اللي هما عارفين المعاناة وعارفين واحد المجموعة ورافدين الهم، وحنا رجال التعليم راه يقولوا اللي بغاو يقولوا، حنا هذه أمانة والتلامذة راه هما ولادنا وحنا راه كنقوموا بالواجب. شكرا بزاف السي محمد وحمي. دكتور بنيشو، نهضروا على المردودية ديال هاد الرجال التعليم اللي تيكونوا عايشين في هاد الوضعيات الصعبة وهاد الأزمات، وكتكون عندهم مشاكل نفسية كما شار السي محمد وحمي. الناس المعلم ولا تيخرج ما تيعقلش على راسه، يعني كتولي عندهم اضطرابات نفسية. كيفاش ممكن هاد الناس تكون عندهم مردودية؟ كيفاش ممكن يكونوا فعلا تيأديوا الواجب الوطني وتيأديوا العمل ديالهم؟ وفعلا أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولكن هاد القراءة معممة لجميع الناس سواء أهل المدينة أو أهل القرية، وباش تقرأ تبدا تقرأ في ظروف حسنة. فطبعا تبارك الله عليهم، وأنا حقيقة يعني لمست عندهم واحد اللمس شديد، يعني الحب ديالهم العطاء والحب للتعليم وحب التربية. يعني هاد الخصال اللي عندهم هاد المعلمين اللي قبلتنا اليوم حقيقة منعدمة، كثير قليل المعلمين اللي عندهم يعني حقيقة هاد القوة العطاء، وهذا شيء جيد. ولكن باش هاد المعلمين ينجبوا ونقولوا ويتمروا حس ضروري الظروف تكون حسنة، ظروف التعليم، يعني هاد الشيء اللي تيحكيوا كأنهم لاجئين تنسمعوا هاد الأشياء، يعني كأنهم تيحاربوا أو كأنهم المعلمين لاجئين يعني في المغرب. كيفاش بغيتي أنهم تكون المردودية ديالهم جيدة؟ هذا هو اللي تيفسر لنا اليوم نظرة الحقيقة للنظرة ديالهم، علاش التعليم ما تيتقدمش في المغرب؟ علاش المغرب من آخر الدول في الترتيب العالمي ديال التعليم؟ مع الأسف، وهذا للأسف الشديد. وتنظن أننا بفضلكم اليوم يعني أننا حسنا نحسنوا ظروف المعلمين وظروف القرويين، وما يبقى الناس لابد تعيش وتقرا في ظروف حسنة، ما يمكنكش تقرا في الشارع أو لا تقرا في الواد أو لا تقرا وأنت تتحارب، ما يمكنش. نعم، طيب شكرا لك دكتور بنيشو. مشاهدينا غادي ندوزو نستقبلوا الحالة الرابعة في قصة الناس اليوم بعد هذا الفاصل. حياتنا موسم جديد من الواقع. سهام 36 عام، 15 عام ديال التعليم، عاش كاع اشكال المعاناة وتقات لها بمعاناة معلمة في الجبال. مرحبا بك سهام. بارك الله فيك اختي. 15 عام ديال التعليم، 15 عام ديال تمارة، 15 عام كل مرة في منطقة. معاناة ديال المعلم ماشي هي ديال المعلمة. تكون شوية صعب لأن دوبلة. أكثر من دوبلة. أول مرة فين تعينت يا سهام؟ أول مرة تعينت في الإقليم أزيلال، أنا بنت المنطقة ديال الفقي بن صالح، تعينت في منطقة جبلية، أنا باقا صغيرة بنت دارنا في عمري 19 عام، تعينت في منطقة جبلية. ملي خديت التعيين في مجموعة مدرسية سخفت تشوكيت، المهم تصدمت، ما كنتش كنتوقع هذاك الشيء. غير شتي المنطقة سخفتي أنت؟ المنطقة، أنا منطقة أزيلال غير شتها تصدمت، عساك عطاوني مجموعة مدرسية يعني ما عارفهاش، ما غير موجوده في الجغرافيا، ما كتعرفش. خصك تمشي لها برجليك هذه باش تعرفيها. خصني نمشي لها برجليا. اشنو اضطريت؟ شكون اللي ناضلت معايا؟ ناضلت معايا الاسره كامله،
مشى معايا الوالد ديالي، الوالده ديالي، اختي، كاع خويا مشي بلا كل شيء تعين، كل شيء تعين، تعينت الاسره كامله تشتت. مشينا قلنا خصنا نمشيو هذه المنطقه باش نعرفها، تنسحب انا غتكون قريبه، يعني غنمشي غنمشي وغنرجع. مشينا ما عرقيناش ترونسبور، مشينا هذه المركزيه، مشينا 15 كيلومتر على رجلينا، وصلنا للمدرسه معزوله في واحد القمه جبليه، يعني خاصني باش نطلع ليها، وكانت البنيه الصحيه ديالي شويه ضعيفه. وباقا صغيره 19 عام. خاصني باش نطلع ليها مش مشكل. ونهار قبل يعني ما عنديناش نطلع ليها البي في، تيكون حتى لو 16 بحال مشيت انا لو 15. اشنو درت؟ قلبنا ما كاينش فين نباتوا، ما يمكنش نرجعوا لازيلال. شنو درنا؟ قلبنا على الناس، شي ناس داونا نباتوا عندهم، حتى هما في شي قمه جبليه عاليه. طلعنا كاملين، حسينا بالاحراج لان اسره كامله متنقله. بتنا ديك الليله يعني حيت ما يمكنش تمشي بنت المنطقه نائيه بوحدها، ما يمكنش. ضروري باك وامك وخوك. زعما حنا عولنا على الاستقرار، يعني غنمشيو غتكون منطقه شويه غنستقروا، بلا ما استقريت يرجعوا، بلا ما انا استانست تكيفت مع الوضع يرجعوا هما. ساعتي الوالده جلست معايا العام كامل هي معايا في، يعني ما قبلوش ان بنتهم تعيش معزوله في هذه المنطقه، خافوا عليك. لانني انا نفسيا ما مستعدتش انني نعيش بوحدي. وقلت تماك اللغه الامازيغيه، انا ما كنعرفش الامازيغيه، يعني غيصعب عليا التواصل مع هذوك الناس. وثانيا انت بنت مزوجاش باقا صغيره باش تعيش في مجتمع بحال مجتمع نائي ومجتمع محافظ، يعني صعب الحال بزاف. باش بنتهم ما تديرش، اشنو اضطرت الوالده انها تسكن معايا ديما، لانني هذه في المركزيه. الغد كان عندنا البي في، سنين البي في، عطاوني ابعد فرعيه، ما كاينش دابا المركزيه وما وصلتوا لها غير بالكشيفه. الفرعيه بعيده على ازيلال، يعني المنطقه اللي 21 كيلومتر، حتى هي ابي ولا وسيله النقل ديال البغال ولا المهم الوسائل البدائيه. اشنو درنا؟ المهم بتنا عند دوك الناس الغد، مشيت سنيت البي في، عطاوني ابعد فرعيه. حسيت ب بغيت ترجعي فحالك. بغيت بصراحه بغيت نرجع فحالي. حسيت واحد الاحساس بحال شي خبطه، شي تخبط لي راسي، ولا المهم شي تشوكيت بمعنى الكلمه. من بعد صافي بديتي كتولفي، بديت كنصبر في راسي باش نمشي نخدم لانني انا اللي اختاريت. كانوا معلمين وحدين اخرين في ديك المدرسه ولا بوحدك اللي غتقراي؟ لا، احنا اربعه المعلمين، جوج معلمات وجوج معلمين. ما قدرتوش بيناتكم يعني تكيفوا مع بعضياتكم وتوانسوا مع بعضياتكم؟ ما يمكنش، لان خاصنا بعد المعلمين الدراري والمعلمات بنات والمجتمع المحافظ. انتوا جوج معلمين جوج معلمات. خاص 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 يكون ليكاغ بيناتنا باش يكون الاحترام، لان الوضع الثقافه ديال ديك المنطقه ما تسمحش باننا بعدا كاع نهضروا. كلكم ما مجوجينش، كلنا يعني كلشي غيحضيكم. كلنا غيحضيكم. اشنو درنا؟ دوك الاساتذه سكنوا في الدار، حنا سكننا في القسم، وانا معايا الوالده ديالي وهي معاها الوالده ديالها. العام كامل دوزناه. ملي كنقولوا امك معاك وهي ما معاه، يعني خلاو رجالهم، خلاو ولادهم، خلاو ديارهم باش يتعينوا حتى هما معاكم في هذه المناطق. هما تعينوا من بعد السهام. المعاناه اكيد راه طويله، حيت 15 عام تبارك الله ديال التعليم. من بعد بديتي كتوثقي، درتي عمود في واحد الجريده وكتكتبي معاناه معلمه في الجبال. علاش بغيتي توثقي هذه المعاناه؟ زعما شنو فيها ما يتوثق؟ لانها فعلا معاناه ديال، ماشي غير المعاناه ديالي، غير انا كنرجع لدارنا في العطل، يعني كاين عندي وسيله ديال تنفوج على راسي. الناس والاطفال تما كيفاش الا مرض الواحد، واحد الحادثه وقعت شوكاتني، واحد السيده باغا تولد ما عندهاش فاش تمشي. المهم تما كيولدوا عادي، ولكن هذه كاورجون. فاش هازينها في محمل، هذاك لو كات محمل ديال الموتى، محمل ديال الموتى، هازينها باش ينهبطوها لازيلال. تخيلت راسي دابا انا مريضه، ولا الوالده ديالي مريضه، ولا المصير ديالك هو المحمل. المحمل، ولكن شكون اللي غيهزني؟ تعيشي تقدري تموتي. شكون اللي غيهزني انا؟ شكون اللي غيحس بيا انا بعدا باش يهزني؟ هذاك انا نفكر، قلت اشنو ندير وباش ندوز، باش نفوج حتى على راسي بوغ باسي لو طون، باش نقصر الوقت. يعني ديك الساعه ما كيبقى لك والو، ما عندك ما ديري، ما كاين لا ضو لا ما لا وسيله ترفيه لا حتى شي حاجه. باش ندوز الوقت شنو قلت؟ التجأت باش نكسب. واحد الجريده جهويه بقيت كنراسلها في هذيك تنكتب لها هذيك المعاناه وكنراسلها. توثقات. نعم نعم.
اذا شكرا لك بزاف اسي هام على الشيء اللي عاودتي لنا كلها، وهذه معاناه ديالكم من خلالك اعداد ديال نساء التعليم، وتحيه لهم كلهم نساء ورجال التعليم. دكتور بنيشو، تشوكات، صدمات، كلهم تيهضروا بهاد تخلعوا وبغاو يرجعوا في حالاتهم. بغيت نهضر معك دكتور على واش يمكن يكون على المدى البعيد عن رجال التعليم هذه المشاكل النفسيه، يعني تعيش معهم واخا يرجعوا بحالاتهم واخا يرجعوا للمدن ديالهم، واخا لانهم داكشي اللي شافوه ماشي سهل. طبعا ما يسمى يعني لو سيندروم بوست تروماتيك، عامه الانسان لما يصدم شي صدمات كبيره بحال الزلزال، بحال الاغتصاب، بحال الحريق، يعني حتى نشوفوا هذ رجال التعليم حقيقه يصدمون ويشردون، يعني حقيقه الانسان خصو يمشي يقري، يمشي يقري في واحد الظروف حسنه، هذا تشريد. لان هي سهام ماشي هي صبحت هي مشرده ويمها مشرده والاهل الاسره ديالها مشرده. ثم ان قالت واحد الشيء يعني ربما التي الخلاصه كل شيء، ذاك السيده اللي ولدات وحطوها في المحمل كان المولود ميت ماشي حي، رمزيا راه رمزيا انه ميت. سواء في ذاك القريه او لو سواء ذاك كي بغيتي، هاد الاطفال في القرى يقراو ما يمكن لهمش يقراو، هذا يعني فقط كذب. يعني واخا حنا نصيفطوا هاد المعلمين وكذا، تنشوفوا على ان النتائج سلبيه للغايه سواء حتى في المدينه. للاسف الشديد مثلا الا خدينا التعليم في الدول الغربيه، تنجبروا على ان احسن المدارس هي حكوميه واحسن المستشفيات هي حكوميه. حنا عندنايا العكس في المغرب، حتى واحد ما بدغى يقري وليداته في المدارس الحكوميه او لا يداوي وليداته مثلا في المستشفيات. لا حسن، نبدا نقلبوا هذا الوضع ونحسنوا التعليم ديالنا باش يكملوا الرساله اللي هي اكبر رساله التي خلق منها الانسان، وهي اقرا، وداك الشيء علاش قال ربي اقرا. نعم. طيب شكرا بزاف دكتور محسن بنيشو، شكرا لكم الحضور الكريم. سي هام تنشكرك بزاف على الحضور ديالك والتجربه اللي عاودتي لنا. سي محمد احيي شكرا بزاف على الحضور ديالك. سي عمر، سي الحسن، شكرا لكم، تحيه لكم ومن خلالكم كل نساء ورجال التعليم اللي كيشاهدونا في قصه الناس. شكرا لكم مشاهدينا اللي تابعتونا اليوم في هذه الحلقه، تعينت في منطقه بعيده، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصه الناس من اليوم انت واحد اخر. السلام عليكم. اتصالات المغرب تقدم لكم النشر.